الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا. السلام عليكم، معكم أبو فردوس. فائدة جليلة نقدم لكم بإذن الله. أي معالج، أي شخص يدعي أنه راقي أو يعالج بالقرآن أو يدعي أنه يبطل السحر ويبطل الحسد ويبطل العين، ويطلب منك اسمك واسم أمك، أو يطلب منك صورة، أو يقول لك إني لي خدام من الجان، فاعلم أنه ساحر. فاعلم أنه ساحر، أنه أصلا لا تجوز استعانة بجان أصلا. إنسان يستعين بالله عز وجل، فإذا استعنت فاستعين بالله. إذن فلا بد من الرجوع للأصل، وهو العلاج بالقرآن، علاج بالرقية الشرعية وبالأوراد وبالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكون فيها بركة بإذن الله. أما الذي يحاول أن يعالج نفسه بأشياء محرمة شركية فهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شركا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرقية لا بد أن تكون على القرآن والسنة. ابن القيم رحمه الله قال المعالج بالقرآن كالمجاهد في سبيل الله. فاحذروا يا ناس من هؤلاء الدجالين الذي للأسف ملأوا وسائل التواصل الاجتماعي. تجد الروحاني كذا كذا، الروحاني الذي يطر الأسحار، الروحاني الذي يجلب الحبيب، الذي يرد المطلقة، الذي يخرج المسجون، كل هؤلاء سحرة يستعينون بالشياطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاحذروهم، فاحذروهم أقول. فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم هؤلاء الشياطين الإنسية، ويحفظنا وإياكم من شر الشياطين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد عليه وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.